ولتسليط الضوء على آخر تطورات الأوضاع في مصر، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي المصري إبراهيم الدراوي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، بداية، إلى أين وصلت أحداث وتداعيات أحداث العباسية؟ يعني هل سيستمر حظر التجوال في محيط وزارة الدفاع؟ يعني بداية لابد أن نؤكد أن المجلس العسكري في الأحداث العباسية نزل إلى منزلق الشرطة ما قبل رحيل نظام مبارك، واعتدى على المتظاهرين واعتدى على الإعلاميين الذين كانوا يقومون بأعمالهم تجاه هذه الثورة المباركة. وأعتقد أنه كان خطأ كبيرا أن يتم الاعتداء على إعلاميين وصحفيين داخل أحداث العباسية ويتم إصدار أحكام قضائية ضدهم، مما جعل المجلس العسكري يتراجع عندما قامت نقابة الصحفيين وقام الإعلاميين بمظاهرات أمام نقابة الصحفيين، وبيانات نزلت من نقابة الصحفيين تستنكر وتجلب ما حدث من المجلس العسكري تجاه الإعلاميين. هذه واحدة. الأمر الآخر أننا نتحدث عن أن كانت هناك قبل أحداث العباسية كان هناك سيناريو لإلغاء أو تأجيل الانتخابات الرئاسية، لأن الهوى المصري هوى إسلامي، وأن المرشح القادم لابد أن يكون مرشحا إسلاميا، خاصة بعد صعود نجم حازم صلاح أبو إسماعيل وقبل الانتخابات ثم استبعاده، وأيضا نزول المهندس خيرت الشاطر وكانت له قوة ضاربة في الشارع المصري ثم استبعاده. فبالتالي يعني وجد المجلس العسكري نفسه انه اما ان يؤجل الانتخابات لشيء ما، او يعني يقوم هناك مرشح اسلامي هو الذي سيقوم في الانتخابات. طيب استاذ، يعني في مصر استاذ ابراهيم اذا سمحت لي، كيف تنظر إلى حظوظ مرشحي الجماعة الإسلامية في الانتخابات الرئاسية؟ يعني خصوصا أن كل الاستطلاعات تنصب بمصلحتهم. يعني نحن نتحدث عن أن الإسلاميين يعني كلهم، كل المرشحين الإسلاميين أعتقد أن حظوظهم كبيرة، على رأسهم مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، هو المرشح الوحيد الذي لديه تنظيم قوي يريد عملية انتخابية بشكل عالي، له رصيد في الشارع المصري، أيضا له رصيد في مجلس الشعب والبرلمان المصري، وهذا يعد من قوة مرشح الإخوان المسلمين. هناك مرشحين آخرين لديهم يعني شعبية أيضا في الشارع المصري، وهو المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم الفتوح، ولكن الأول من المرشحين الإسلاميين. أعتقد المميز الآن ما بين مرشحين النظام السابق وما بين الإسلاميين، يعني المرشحين في النظام السابق هم السيد عمرو موسى والسيد الشفيق، وبالتالي هناك سيكون هناك تمايز ما بين المرشحين الإسلاميين وما بين مرشح رسمي، إما أن يعيد نظام مبارك مرة أخرى أو يكون نصيرا لنظام مبارك أو المسؤولين في نظام مبارك، أو أن يكون من رحم الثورة المصرية ويكون من الإسلاميين، وخاصة بعد استبعاد المهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. طيب أستاذ، يعني ما رأيك بالبرنامج الإصلاحي؟ ممكن أستاذ إبراهيم، يعني إذا سمحت لي، ما رأيك بالبرنامج الإصلاحي الذي يطرحه المرشحين الإسلاميين في مصر؟ الحراك السياسي بعد ثورة 25 من يناير، تطلعات الشعب المصري، انتخابات الرئاسة المصرية، العلاقات الخارجية للحكومة، الحضور الوطني للقوى الإسلامية قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها، نواكبها، نتتبع تطوراتها وتفاصيلها في برنامج مصر تقرر. مصر تقرر برنامج يحلل مضامين الانتخابات الرئاسية في مصر.